محمود، انت كده بتقوم بعمليه انتحاريه وانا رافض، وده امر فاهم؟ انا المسؤول عن اللي حصل ولازم اتحمل مسؤوليتي للنهايه. ايوه روح معاهم خد لك ساتر بعيد يلا. ايوه يا فندم. مش عايز مناقشه، نفذ الامر. حاضر يا فندم. كل واحد منكم ياخد ساتر بعيد. يا رب عشان تعبنا وشقنا ده كله ما يروحش هدر. يا رب يا رب ما تخيب املنا. يا رب انصرنا انصرنا يا رب. قول يا رب اللغم ما ينفجرش. ما تدعيش بكده يا اخي. انا زي ما بيضعوا. اياك تجيب ست اللغم تاني على السنة. انت فاهم؟ حاضر. لغمين يبقى رايح ينجح بتركيب الثالث. الخطر لسه قائم، احتمال النجاح 1%، والواحد في المية حصل مرتين ممكن ما يحصلش المرة الثالثة. لا أرجوك أرجوك ما تيأس. أنا عمري ما يأست. محمود دايما يقول لي أنت متفائل أكتر من اللازم. ركب الاثنين في مده اقل من كده بكتير. انا لازم امنعه الاستمرار. روحتك هناك خطر. ما كانش لازم اوافق من الاول. اعطيه حقه في المحافظه. اسيبه يقتل نفسه ونخسر واحد من اكفأ ظباطنا. ده اخر امل لينا يا فندم. ايه
أسياد في البحر، وحوش في البر، شاطين في الجو، بحرية بحرية بحرية.